لو قال والله الوسم سبب لنزول المطر بإذن الله فلا يجوز، لأن الله لم يأذن أن يكون هذا الوسم سببا. إذن النجوم فقط نقول هي أوقات بإذن الله، أوقات لنزول المطر، أوقات لوجود الحر أو حر شديد، أو وجود البرد أو برد شديد، هذه أوقات ونقول بإذن الله تعالى، لكن ليست سببا وليست موجدة لهذه الأشياء.